نازحة من المناطق التي تشهد وضعا أمنيا مترديا وعملية عسكرية. وأكد مدير دائرة الهجرة والمهاجرين في كركوك في تصريح لفضائية كركوك أن دائرته تنوي بالتنسيق مع إدارة المحافظة والمنظمات الدولية إنشاء مخيم على مساحة 100 دونم للعوائل النازحة. بعد تردي الأوضاع الأمنية في بعض مدن المحافظات العراقية، تم تهجير عدد كبير من مواطني تلك المناطق إلى محافظات إقليم كردستان ومحافظة كركوك لأنها آمنة. وحسب إحصاءات لفرع كركوك دائرة الهجرة والمهجرين، إلى الآن 55 ألف عائلة نازحة متواجدة في كركوك. نظرا للتردي الظروف الأمنية في بعض المحافظات العراقية التي شهدتها في الأوان الأخيرة، شهدت نزوح عدد كبير من العوائل إلى المحافظات المستقرة منها إقليم كردستان ومحافظة كركوك بالذات، حيث استقبلت محافظة كركوك 55 ألف عائلة نازحة من المحافظات المتفرقة، حيث قمنا باستقبال هذه العوائل في دائرة الهجرة والمهجرين وتقديم الخدمات الغذائية والمبالغ والمنح المالية المخصصة من مجلس الوزراء، وقمنا بتوزيع هذه إلى العوائل التي أتت إلى محافظة كركوك، حيث هذه العوائل بصورة عامة تعيش في المدارس والخيم والمدارس والحسينيات والجوامع والدوائر والبعض الإيجارات وفي بعض الهياكل. وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية خصصت 1,000,000 دينار عراقي لكل عائلة نازحة من المناطق الساخنة، وقد استلمت أكثر من 6,000 عائلة نازحة حصتها المخصصة من فرع كركوك لدائرة الهجرة والمهجرين. مبلغ 1,000,000 دينار لكل عائلة من واقع 500 مليار المخصص. بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية قمنا بتقديم المساعدات الغذائية والمنزلية إليهم كذلك، وبالتعاون مع السيد المحافظ كركوك الدكتور نجم الدين وسيد رئيس المجلس قمنا بإنشاء مخيم متكون من 100 دونم إن شاء الله، وباشرنا به ونحن في صدد إعلان عن إنشاء المخيم في محافظة كركوك للعوائل النازحة لإيواء هذه العوائل في محافظة كركوك. أما بخصوص المنحة المالية المتخصصة، آلية العمل بها تكون على شكل وجبات ودفعات. لحد الآن قمنا بتوزيع 6,800 عائلة على 1,000,000 دينار لكل عائلة من واقع 500 مليار المخصص لعموم العراق، وسوف نستمر في توزيع المنح المالية لجميع العوائل حين تغطية هذه الأعداد المتواجدة في محافظة كركوك. ونحن نوعد المواطنين بتوزيع هذه المنح إليهم على شكل وجبات ودفعات. إدارة محافظة كركوك منشغلة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ودائرة الهجرة والمهجرين في المدينة لإنشاء مخيم لإيواء النازحين وتنظيم عملية إسكانهم بعد أن اتخذوا من المدارس ملاذا آمنا لهم. دعا برلمان كردستان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي إلى مطالبة حكومة تصريف